الابتسامة الصحية والصحيحة يلي هي بتعد من أبرز وأهم مظاهر الجمال لكل شخص. اليوم أكيد بيطمح وبيحب أنه تكون ابتسامته صحية وأسنانه مرتبين ومنظمين بشكل صحيح. أكيد عفاف، واليوم تقويم الأسنان يعد أحد التقنيات الأساسية والقديمة المعروفة جدا بتقويم الأسنان لعدة مشاكل ممكن تستخدم. اليوم رح نتعرف شو هي المشاكل اللي بنلجأ فيها لتقويم الأسنان، الأعمار المختلفة اللي بنعرف كمان بتبدأ من أعمار مختلفة، وهل هي تقويم عادي، في بعض التقويمات بحاجة أيضا لجراحة مرافقة، وغيرها كتير من التفاصيل رح نتعرف عليها ليحصل الشخص بالنهاية على الابتسامة وأيضا تموضع الأسنان بشكل صحيح. كل هالتفاصيل مع الدكتور طبعا ضيفنا بالاستوديو عماد الدين الأيوبي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. خيرات تسلمي يا ميدا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية هيك مع التقدم والتطور والتقنيات اللي صارت موجودة اليوم كتير بالطب، هل ما زال اليوم تقويم الأسنان هو الخيار الأنسب لتصحيح الأسنان بشكل مرتب، وإمتى ممكن نحن كمان نلجأ له؟ هلا بالنسبه للتقويم مثل ما حكيتي هو من الخيارات العلاجيه اللي كثير قديمه. يعني اول جهاز تقويمي امتى بتتوقعوا انه؟ اتوقع كثير قديم، يمكن من ايام الفراعنه بلشوا فيه، يجيبوا اسلاك نحاس يربطوا اسنان بحيث انه يحاولوا قدر الامكان يضبطوا صفتها. ليش؟ لانه من يوم يومها هي الابتسامه هي شيء كثير مهم سواء بشخصيه الشخص، خصوصي اللي كانت الطبقه الحاكمه او الطبقه العليا او حتى للنواحي الوظيفيه. هلا التقويم يوم عن يوم عم يتطور طبعا، ولساته هو الخيار الامثل والاقل ضررا والاكثر فائده طبعا لحالات معينه. يعني ما بنحسن نقول كل الحالات بنحسن نعمل لها تقويم، ولا بنحسن نقول انه ما بصير نعمل تقويم نهائيا. في عندنا حالات الخيار التقويمي هو بيكون الامثل طبعا على هو المشكله اللي موجوده عندنا. يعني كثير بنواجه مشكله مع مرضى مثلا في عندهم اسنانهم ما لها مصفوفه بشكل صح. في شيء بمخيلتهم انه بس لنخلص تقويم بدنا يصيروا اسناننا كثير حلوين مثل كانه مركبين فينير، هيك بيتوقعوا النتيجه، بس عمليا بيكون شكل السن ما له شكل جميل. نحن بالتقويم بنحسن نصلح العلاقات بين الفكين، بنحسن نظبط صفه الاسنان بحيث انه يصيروا متناسقين مع بعض، ولكن كتعديل على شكل السن ما بنحسن. لهيك لازم يكون بالبدايه المريض واضحه الصوره عنده والطبيب يوصل له اياها بشكل صح، انه نحن الهدف من معالجتنا هي تصحيح علاقات اذا كانت المشكله تجميليه العلاقات بين الفكين، او حل مشكله. نحن كثير مشاكل تقويميه بتسبب مشاكل ثانيه، فنحن بدنا نحل هي المشاكل ولكن ما بنحسن نتداخل على شكل الاسنان. صحيح. طيب دكتور، دائما الناس يعني المعلومه الرائجه اللي صارت معروفه عند الكل انه تقويم الاسنان ببلش بعد 18 سنه لحتى يكون العظام مثل ما بيقولوا اكتملت او وقف النمو، مع انه احيانا بنشوف اطفال حاطين تقويم اسنان، فشو هو العمر الاساسي للبدايه بهي التقنيه؟ هلا هي المعلومه مو بس خاطئه، هي معلومه كارثيه. يعني بعد ال 18 هذا العمر عمليا اذا كان في عندنا مشاكل على مستوى الفكين ما بنحسن نحلها، والاكثر من هيك مو بعد ال 18، بعد ال 13 نحن بالنسبه للتقويم، يعني 18 هو سن البلوغ ما له علاقه نهائي، او عفوا هو سن قانوني على انه اساس انحط، ما يعني ما له اساس طبي. نحن بالنسبه لنا وثبه النمو اللي هي عند الشباب بين ال10 وال11 او 12 سنه، عفوا عند الاناث بين ال10 وال12، الشباب اكثر شوي بين 11 و13، هذا هو العمر الحد الفاصل بين قبل وبعد لانواع معينه من المعالجات. بالنسبة لأنه مرحلة يفضل أنه نبلش تقويم كتير بيفرق على هو المشكلة الموجودة عندنا. يعني في عندنا حالات كتير مثلا حالات شقوق الشفة وقبة الحنة بنبلش فيها كمعالجة تقويمية من أول ما يولد الطفل. في عندنا حالات إسعافية مثلا في عندنا عضة معكوسة أنه سن الفك العلوي مع الفك السفلي بحالات معينة عكس الحالة الصح، لازم نبلش أول ما نكتشفها، لو اكتشفناها بعمر 4 سنين أو 3 سنين. في عندنا حالات لا، يفترض بعمر مثلا توسيع فك علوي بعمر 6 ل7 سنين. في عندنا الحالات اللي المشاكل حصرة محصورة بالأسنان ممكن هي نبلشها بعمر 10 ل11 سنة. أما 18 هون غالبا بده يكون اما بده يكون في عندنا تداخل جراحي، او ممكن اذا كانت بس على مستوى الاسنان ممكن انه نتداخل عليها. هلا سؤال ثاني ممكن لحتى باعتبار حكينا عن الوقت، لايمتى بنحسن نضل عم نعمل تقويم؟ كمان كثير مرضى بيجوا لعنا بيسالونا اني انا كبرت هلا اسناني، كنت حابه تقويم اعمل تقويم صغري بس ما صح لي. بسالها ليش قديش عمري؟ بتقول لي والله 30 سنه.
يعني عمليا لا لسه بينعمل تقويم. نحن طالما العظم المحيط بالاسنان العظم السنكي هو العظم الفكي سليم، بالتالي بنحسن نعمل تقويم ولو العمر كان 40 و50 سنه. كمان دكتور ما بدنا ننسى انه قديش ممكن ياثر على اللفظ وعلى مخارج الحروف هي المشكله عند الاشخاص مو بس عند الاطفال. حتى في اليوم شروط اساسيه لازم تكون موجوده لحتى نحن نركب هذا التقويم، ولا ما في داعي للشروط، ولا ما في داعي لاي انه تكون موجوده؟ خلص مشكله هي الفشكلة الموجودة والمشاكل الثانية اللي عم يعاني منها الشخص هي بس شرط أساسي لتركيب التقويم. هلا في نقطتين حكيتيهم. النقطة الأولى إنه مثل ما حكيت إحنا التقويم مو هدف منه تجميلي فقط، في عنا كتير مشاكل تانية مبنية عليه. يعني ممكن إذا كان في عنا سوء إطباق مثل ما قلتي، مشكلة باللفظ، مشكلة حتى الأكل المضغ، أحيانا مشكلة بالتنفس، أحيانا ممكن تساوي عنا مشاكل، طبعا ما حكينا عن المشاكل النفسية، يعني في كتير مشاكل ممكن تكون مترافقة. طبعا مشاكل التنفس بتأثر على مشاكل تانية، يعني إذا بدنا في كتير أبحاث ربطت بين المشاكل التقويمية طلعت ممكن مشكلة تقويمية تسبب 30 مشكلة صحية تانية. لهيك إحنا دائما مو بس الهدف منها هي معالجة تجميلية وإنما معالجة وظيفية. الشيء الثاني الشروط اللي لازم تكون موجودة، أول شرط لازم يكون في عندنا أسنان سليمة. يعني إذا سن كان متهدم، سن منخور بشكل كبير ما بيتركب عليه، طبعا في عنا بعض الحالات اللي ممكن نعالج بعدين نساوي. الشرط الثاني والأهم الصحة الفموية الجيدة الموجودة عنده. شرط من الشروط مثلا إذا كان في عنده أمراض، في عنا بعض الأمراض العامة ما بنحسن إنه نركب تقويم. مثلا أي مرض بيضطر المريض إنه بياخذ كورتيزون بشكل مستمر. الكورتيزون هو بيساوي عنا امتصاص للعظم، وحركة تقويمية هي عمليا من امتصاص للعظم بمنطقة أو توضع عظم بمنطقة معينة. لهيك إذا ما صار في عنا توضع عظمي مع الوقت الأسنان حيصير في عنا مشاكل فيها. أو مثلا في عنا أدوية بتساوي مشاكل لسوية كبيرة مثل اللي بياخدوا كابتات مناعة أو بيخضعوا لمعالجة ورمية. لهيك كل هالقصص ما بنحسن إنه نركبها. بس يعني بشكل عام إذا ما في عنا مشاكل تانية، الشرط الأساسي هو إنه الصحة الفموية تكون جيدة وفي عنا عظم كافي لحتى نحرك الأسنان من خلال العظم. طيب دكتور حضرتك قلت إنه في أشخاص ممكن يجوا متأخرين بالوقت بس يكون بدهم يعدلوا أكيد أسنانهم يحصلوا على مثل ما بيقولوا الصفة الحلوة. كم مرة ممكن الشخص يعمل تقويم بحياته؟ مرة واحدة، مرتين، ثلاثة؟ هلا اذا عمل هلا هو يفترض اذا عمله مره ما يعمله مره ثانيه اذا صارت المعالجه صح. بس في عندنا بعض الحالات مثلا اما المعالجه كانت او ما بعد التقويم، تمام، اما هي احد الحالات، اما المعالجه بالاصل تكون ما لها ناجحه من قبل الطبيب، او مرضى كثير احيانا ما بيتابعوا المعالجه، اجى سفر، اجت خطبه، بدها بعرسها، بتفك التقويم وما بتكمل. او في حالات مثل ما قلتي كان الوضع ممتاز ولكن ما صار في عندنا تثبيت بشكل صح سواء من الطبيب او عدم التزام المريض، بهيك حاله ممكن انه تنكس الحاله. هلا طالما وضع الاسنان صح ما فيهم مشاكل، لانه احيانا اثناء التقويم ممكن يصير في عندنا امتصاص بجذر السن، بيصير السن قصير، ما اذا وصل لمرحله معينه صار الامتصاص كثير كبير ما عاد يحسن يعمل تقويم مره ثانيه. بينما اذا كان المعالجه صح وما صار في عندنا امتصاص بيحسن يعمله مره ومرتين وثلاثه طبعا، بس ما في داعي يفترض مره واحده وبس يكون صحيحه. دكتور في نوع ثاني من انواع التقويم وهو التقويم الغير مرئي، ممكن بعض البالغين يلجأوا لتركيبه، امتى ممكن نحن نلجأ لتركيب التقويم الغير مرئي وشو بيفرق عن التقويم المرئي؟ هلا بالنسبة للتقويم الغير مرئي ممكن اسمه حتى لعدة أقسام. يعني هو عمليا مرئي يعني بس ولا بس يعني ممكن أقل رؤية من التقويم المعدني الحاصرات المعدنية. هلا في عنا الحاصرات المعدنية اللي هي شائعة اللي معروفة، في عنا الحاصرات الشفافة اللي مصنوعة من مواد مختلفة، ممكن تكون خزف، ممكن تكون عقيق، يعني عدة مواد هي بتيجي نفس الحاصرات المعدنية وفي شفافة. في عنا التقويم غير المرئي ممكن التقويم اللساني، الحاصرات اللي هي البريسز اللي بتنحط على الاسنان ممكن بدل ما تتثبت على الاسنان من برا ممكن انه نثبتها من جوا كتجميليا ما بتبين نهائيا بس ممكن تكون مزعجه شوي للمريض. في عنا الشيء الشبيه للانفيزلاين او التقويم اللي بيشبه قوالب التبييض، هذا ممكن انه ينعمل، طبعا مو لكل الحالات انه نحسن نعمله، بس هو عباره عن قوالب معينه بيكون في عند المريض 5 أو 6 قوالب او ممكن اكثر، كل فترة ببدل القالب بحيث انه بتصير حركة للاسنان على مراحل متعددة لنوصل للصيغة المثالية لارتصاف الاسنان فيها. هلا مثل ما حكيت هذا هو عمليا
مفيد بحالات معينة، أريح للمريض بس كلفته غالبا بتكون أعلى. هو تجميلي أكثر؟ تجميلي بحيث أنه ما بتضطري تحطيه دائما، يعني مثلا عندك روحة كذا ممكن أنه تقيميه وتحطيه على جنب ما بيبين أنك مركبتي، ولكن مثل ما قلت مو لكل الحالات محسن سنة. أكيد. طيب دكتور، أي شيء علاجي دائما بيسألوا أنه هل في له خليني أقول أوجه سلبية، بعض الأمور اللي هي ممكن تكون بتأثر وخصوصا بالتقويم اللي بيقعد فترة طويلة، في ناس قد ما حاولت تكون عم بتنظف بيضل في رواسب رح تبقى على الأسنان وغيرها من المشاكل ممكن يسببها، شو هي المشاكل الأبرز وكيف ممكن نعالجها؟ هلا المشاكل في شيء بيتعلق بالإجراءات بالطبيب وفي شيء بالنسبة للمريض. بالنسبة للطبيب الإجراء الأكثر يعني المشاكل ممكن تكون هي مثل ما حكيت امتصاص الجذور، يعني إذا طبق قوة كبيرة وهالشيء غلط، بس كثير أحيانا بيكون من نقل المريض، نحن بنكون قايلين للمريض التقويم بده سنتين، بعد ثاني شهر ببلش يقول لك امتى حأخلص دكتور وكل قد الصفية عليه وكذا. هيك حالات أحيانا بيتأثر الطبيب بيطبق قوة زايدة، هالشيء بيسبب غير انه لا بالعكس المعالجه حتطول اكثر بسبب امتصاص للجذور. نجي للناحيه اللي حكيتيها اللي هي النخور اللي بتصير على الاسنان المرافقه للتقويم. هلا السبب الاساسي هي قله العنايه الفمويه. صحيح. ليش قله العنايه الفمويه؟ لانه المريض بهيك حاله عم يراجع الطبيب تقريبا كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع. تمام، مو انه عم يركب الحاصرات ويروح المريض يغض. لهيك لما يكون في مشكله الطبيب حيشوفها وحينبهوا عليها، وحتى حينبهوا على قصه تفريش الاسنان. في مرضى بيفكروا انه كثير، مثلا بيجوا بنسالهم بدك تفرشي اسنانك مزبوط؟ انا عم فرشيهم. طيب عم اقول لك ما عم تفرشيهم مزبوط، بده عنايه فائقه وكل سنه بيتفرشها بسنه لحتى ما يصير في عنا النخور. اذا كانت العنايه الفمويه صح فحتما ما حيصير في عنا نخور ان شاء الله. طيب دكتور، ممكن كثير من الاشخاص يتساءلوا انه انا امتى ممكن احصل على نتيجه ملحوظه وملموسه باسناني، بحيث انه كمان ما طول المده ممكن اشخاص يلجؤوا للتقويم بدهم بسرعه، عندهم شيء بدهم يشتغلوا شيء، فممكن الفتره تطول او حسب العمر او حسب الحاله. هلا دائما بقول للمرضى اللي مستعجلين تقويم سريع ما في، تقويم سريع عمليا بتكون عم تخلي اسنانك يوقعوا بسرعه، بقى لهيك تقويم سريع ما في. هلا في حالات ما بتاخذ وقت طويل، في حالات مثلا البسيطه ممكن 6 أشهر 7 أشهر، في حالات سنتين، في حالات اكثر من هيك، بقى كل حاله العمر طبعا بيلعب دور بهالشيء، الاعمار الصغيره اكثر استجابه بتكون والحركه بتكون اسرع من الاعمار الكبيره، ولكن يعني التحسن بيظهر عاده بعد شهر ونص لشهرين من بدء المعالجه، بس لنوصل للنتيجه الصح التقويم بده وقت. يعني نصائح متعدده ومثل العاده معلومات غنيه، ان شاء الله بكون الكل استفاد منها. شكرا لوجودك معنا دكتور عماد. عفوا، الله يسلمك يا رب. شكرا لك دكتور واهلا وسهلا فيك. تسلمي. عفوا، الله يسلمك.